رمضان وانا نقول لكم صحه رمضانكم. في رمضان يتلاقى الحباب وتتلم العيله، في رمضان تطيح البركه ويجيب الخير معاه، وفي رمضان ضيوفنا راح يكون قضيانهم علينا. وضيفنا اليوم البطل العالمي في العاب القوى نور الدين مرسلي. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمك، الله يلوم حل العيش كانك عايش. مرحبا بكم، الله يسلمك. والله غير طريب يا الله ينور، الحمد لله. والله غير طريب يا رمضان، شهر عباده، راه شهر غفران، شهر انسان يبادر بالخير. هذا هو الشهر اللي على قيمه رمضان، يتمنى كل شهر يعني يكون رمضان يعني فيه عده اشياء اللي اعطاها لنا من مولى عز وجل، ورحمه الناس، رحمة لصحة الإنسان، كل شيء يعني كل شيء فيه إيجابي. حبينا نعرف اليوم نور الدين مرسلي الإنسان، نور الدين مرسلي بعيدا عن الميدان، نتقربوا ليه أكثر في رمضان. نور الدين مرسلي في رمضان وش يدير؟ يقضي ما يقضيش؟ يغلبوا ما يغلبوش؟ والله كبقية الجزائريين أنا نقول شهر رمضان شهر عبادة، شهر عمل، شهر مبادرة خير. هذا هو شهر رمضان، لو نعرف قيمة رمضان يعني يتمنى كل واحد منا كل شهر يكون رمضان، لان فيه خير كبير. وربي سبحانه وتعالى قال كل شيء لي الا كل شيء لابن ادم الا رمضان ولي، ولو ربي اعطاه قيمه كبيره. ولهذا احنا كذلك نعظم هذا الشهر، وتكون فيه خير، وتكون فيه عده اشياء يعني تكون مبادره خير للناس. ان شاء الله اليوم عندنا عائله راح نقضولها، نقضولها من طرفك. حاب يقول باللي نور الدين مرسلي في السوق واش يشري ليه هو، على اساس من مبدا انه واش نحب ليا نحبو لغيري. نروحو نبدا. تفضل. انا من مدمن على الشاي، نشرب الرياضيين جينيرالمون يشربوا الشاي بارب مي طوز طوز، نشرب قهوه ماشي يومين يعني بالك خطره في اليومين ولا نشرب قهوه. مي افون كنت 17 سنه ما شربش قهوه، لان دخل في المنشطات واحد يحكمه اكثر من ثلاثه يكون بوزيتيف ويعاقبه. ولهذا يعني الفتره اللي كنت انا عايشه في الرياضه ما كنتش نشرب القهوه، الا بعد نهايه المشوار تاعي رجعت طوز طوز نشرب كاس ابوي الطعام. وي وي السحر وي يقول لك ولو شربت ماء وما يبقاش انسان بدون زهر. هذا هو لا مع زواج البدور. والله في الوقت الحالي نحب نشوف شربه هي في رمضان، كل الجزائر يحب فوالا فوالا البوراك. عدد ما خلق الله يا تالف مرة، الصلاة والسلام علينا في المبرور. كاين بعض الحالات يستنبروا حتى مولا شاب يجيبهم يخلطهم، هذا يقول لك باللي كل واحد هما نفس الذوق نفس. كنت راكي انا اليوم لا كان مأكولات خاصة أكيد، ما ناكلوش بزاف اللحم قبل لي كومبيتيسيون. اللحم الوجه ما نروحش به خلاص طون زون طون، وكيما كيما تفضلت المشروبات الغازيه اللي ما نشربوهاش لانها تنقص من الاكسجين في الجسم. يعني كاين اشياء اللي تضر بالنتائج، ولهذا احنا نتفادوها. ما كيحبس السبور قعدت على هذا السيره يعني تقريبا، لان صحه الرياضي افون تو. يعني احنا دائما نخمموا ما بعد الرياضه، الانسان باش يحافظ على اللياقه تاعو وصحته لازم يتجنب. لكن القبول منك يا ضي المنير، خلاه افتديتي عنه صافق سير. شكرا. تفضلي تفضلي عيش. والله نور الدين مرسلي من ياكل الحله اللحم البيضاء. احنا في الرياضه اللحم هذاك الاحمر ياثر على العضلات واثر
وهذا وبعض الحالات حنا قدرنا حتى نقول ان بالنسبه للرياضيات ناكل الاسماك، الاسماك لان سالبة الجزيرية وتساعد على الهضم. ولا كنتوا في سيدا ولا في شهر رمضان كنتوا تصوموا ولا تفطروا؟ والله لي انا عندي الحظر ان كل السباقات تاعي ما كانتش في شهر رمضان، ولكن كنت نعمل تدريبات يعني شاقه قبل البطولات، لان بالنسبه لي رمضان ماشي اثر على الرياضي كما بعض الرياضيين يعتقدوا، كما تفضلنا وقلنا ان الرياضيين ربما اللي يقول لك رمضان ياثر يعني في راسه ياثر عليه، ولكن الحقيقه ان رمضان ما ياثرش، لان رمضان هي صحه الانسان، صوم وتصحه. ولهذا في بعض الحالات انا كي نصوم رمضان دائما نحس يعني على كل حال نحس واحد الفياقه ونحط ارقام قياسيه على ما نفوز بالالقاب، ولكن رقم ربما لاحظته في عده منافسات عده شاهدت عده بطولات عالميه كيفاش تالقنا، يعني بكل صراحه ان رمضان لو يعرف الانسان قيمه رمضان يتمنى كل شهر يكون شهر رمضان، بار مقدس وما نقدرش يعني ولو مره يعني فطرت رمضان من اجل السباقات، ولا قادر الانسان يجري وصايم ويقدر يربح في راسه، هذا هو الله ينور خويا. يا من جال تشير بالهدى منذي، يا من جال تشير بالهدى منذي. نخلو نور الدين مرسلي يكمل القضية نتاعو ونروحو نشوفو عبد النور والعائلة اللي راهي معاه. العائلة تاع اليوم متواجدة في الطوالي، ولظروف معينة الأم راح تكون غايبة، لهذا راح يستقبلنا وليدها محمد. علاش حبست؟ علاش ما وصلتش؟ ها ظروف نح الرياضة، الرياضة هي صحة الإنسان، هي أخلاقية، تربي العقل سليم في الجسم سليم، لازم يكون تكامل، لازم لك لازم تعاود ترجع من جديد للرياضة. بارك الله يبارك، راك شاب مازال عندك المستقبل ومعنا. شحال في عمرك؟ الله يبارك، الله يبارك. هذه هي طامة الرياضة، هذا هو والله يعني لي دو كوتي ملاح، يعني سواء في السر ولا في يعني به، لان لكل انسان نيته مع ربي سبحانه وتعالى، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يعني بعض الحالات الانسان يشجع الناس اللي عندهم ثروات ماليه اللي عندهم يعني باش هما كذلك يديروا الخير، ما لازمش يشوفوا انسان كي يعني الخير تاعو يعني سلبي، لا هو فن ايجابي. في بعض الحالات كاين بزاف اللي عندهم ثروات يعني كبيره، عندهم المال اغنياء، ولربما هذه فرصة لهم، لأن الدنيا هذه مدوم حتى لواحد الإنسان يدير. تقول أنت للناس ولا للرياضيين بصفة عامة ولا الناس بصفة عامة في شهر التكافل هذا ولا في شهر الرحمة؟ والله هذا شهر التكافل في شهر الرحمة، هذا هو اللي الإنسان يبان حقيقي في الخير تاعه، لأن الأجر يضاعف مضاعفات عند المولى عز وجل. شهر العبادة شهر فيه كل شيء، الإنسان ديفا يقول بلي أنا راني محتاج باش الناس تدعي لي. بارك الله فيك، ديجا هذه ديجا إنسان كي يدير الخير صح، الدعاء تاع الإنسان مستجاب، ونظن الانسان باشر يمشي على شهر ربي العالمين يحفظه، ونظن هذه الصدقه والخير تطلب عليه المصائب، هذه فيها يعني خير كبير عند المولى عز وجل. عبد النور، شفنا الشخصيه تاع اليوم نور الدين مرسلي اللي جوزنا نهار كومبلي معاه حتى لحقناه لهذه العائله، وشفنا ثاني الفرحه اللي دخلها على هذه العائله، وهذا بفضل جمعيه كافي اليتيم لعين طايا اللي نشكروها بزاف بزاف. ما علينا غير نضربوا لكم موعد اخر مع شخصيه واحده اخرى وعائله واحده اخرى في قضيانكم علينا.